هذا فوته هذا العسل اعطيه كبر منه. صحيح ان عسل عماني. نعم ما شاء الله. والياقوت نعم اجيبك قاعد. وانتم ما تجي لما تشوفون ناكل عسل قاعد تلحوس اشوفك شو ذا. هذا عسل عماني طعمه اشوف مال العسل مالك. ايه يلس يلس اللي قاعد عليه. ايه جلس جلس راح يمكن لا نوش ذوقك بس الاماني والله ما نعرف عسل. روح جيب القهوه انتو اخذوا وايد نوع هاي ضر والله عسل صدقه. لا والله هذا مال النفته. هذا مال النفته ما شاء الله عليك بني اقول. كم من التانكي صبه من التانكي زين اقول كل يوم اشرب الفنجان. بغرشته منه بغرشته انا محجوزات كلهن عادي ايوزات. لا 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 احنا نبى اليوم انا والراس انا والراس بس ما فنجان فنجان لكل واحد ما امشي جايب لكم لكن عاد ما عسل وخاتل بروحه شفته وما قال بيجيب لكم ولا شيء المهم بيقول يا ابن ياقوت المفروض تخبرني ها اليوم ما ادري شو مسوي حتى ما قاد البلد كله من ثلاث قاعد اسناني بهذا شو مسوي اليوم بني ياقوت انت ما ادري بك زاهي كذي ناكل اليوم معزوم كنت محلق امور طيبه ايه ها العيد جي ما شاء الله عليك العيد من الحين؟ ايه ايه سلام سالم اليوم عندنا عاد ذاك عياله عندك؟ هي عند عياله اليوم نباها نباها يوم اليوم بس على الراس عليه بس ذاك طبل بس ما عليه ايوه حضور طب زين صار طب هذا بسنا بسنا يعطيك العافيه يعافيكم شكرا مشكور يا ابن ياقوت الله يسلمكم يا رب بتردن؟ هي ارجن وحدي خلي انت روح سلم على الناس يلا وانا عاد هنا اخذ امري ما امشي احسنت 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 أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام ومرحبين فيكم بأمسية جديدة من برنامجكم أماسي وأكيد بإذن الله تعالى اليوم مشاهدينا الكرام يعني راح يشرفونا ضيوف وراح نستمتع وياهم كالعادة بإذن الله تعالى ولكن قبل هذا كله في سؤال متعلق من يومين خلونا نشوف السؤال ونشوف الإجابة إذن سؤالنا يقول شيء بشرع الرب جائز محلل ولكن عاد مبغوض تجنب طريقه وانت فايز وعكسه علينا شبه مفروض واحد الزعل اثنين الطلاق ثلاثة الوداع اذا على الشاشة ومع ابو علوي وبنشوف الاجابة الصحيحة إذا رقم اثنين الطلاق كانت هي الإجابة الصحيحة والحين أكيد راح نبارك لثلاثة من مشاهدينا الكرام من بعد ما ناخذ الفرز معاك يا أبو علوي. ألف مبروك لصاحب الرقم 9-22-07-567 9-9-0-9-9-9-2-2-0-7-5-6-7 ومبروك 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان تستاهل ونشوف رقم 2 مبروك أيضا لصاحب الرقم 9-2-1-6-3-6-4-7 9-2-1-6-3-6-4-7 و100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان وتبقت 100 في الصندوق يا أبو علوي نشوف لمن
إذا مبروك أيضا لصاحب الرقم 971-885-88 971-885-88 و100 ريال أيضا مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. ونكرر أيضا الأرقام مع مخرجنا 922-07-567 و921-63-647 و971-88-588 ولكل واحد فيهم 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان تستاهلون. وكالعادة مشاهدين الكرام 300 ريال أخرى على هذا السؤال. ومعك يا أبو علو. شيء بدونه أنت لا شيء، ولو تمتلك أموال قارون دامه معك يا حي بك حي، وأنا راح عنك أسفل تكون. 1 الزوجة، 2 الرتبة، 3 الروح. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة. إذا السؤال مشاهدينا الكرام يقول: شيء بدونه أنت لا شيء، ولو تمتلك أموال قارون دامه معك يا حي بك حي، وان راح عنك اسفل تكون. 1 الزوجة، 2 الرتبة، 3 الروح. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوا عمانتل وفريندي 90286 نورس 90607 وفالكم التوفيق بإذن الله تعالى. و ايضا كالعاده هناك ايضا اسبوع هذا الحالي هو اسبوع مسابقه فن المسبع، ونجم المسبع راح اليوم باذن الله تعالى ينعلن. هناك 4 متاهلين في هذا الفن، هذا هم امامكم على الشاشه. 1 سالم الحبسي، 2 عياد السيابي، 3 من هذاك ذكروني باسمه خميس النعماني، 4 طلال الغاربي. إذا ألف مبروك لهذول المتأهلين، واليوم هم محتاجين إلى تصويتكم مشاهدين الكرام. وفي نهاية هذه الحلقة راح واحد منهم يكون نجم فن المسبع، وراح يستلم السيف أيضا المقدم من مؤسسة أبو حرب للتجارة والمقاولات والخرسانات الجاهزة، وكذلك أيضا جائزة نقدية من تلفزيون سلطنة عمان. يقول بطرشك يا كاس في الجنحاني. زين. على سيدي بلغ سلامي عاني. عاني. سلامني يفرح خاطر الزعلاني. ولذ من ثوب انكسر عرياني. زين. قابوس يا قابوس نور عماني، الله الله، كل هالدول تطريك بالأحساني. نعم. يا قائد القوات والشجعاني، يرعاك الله فارس الفرساني. فرساني. في أول اليوم تخطف من بعيد بعيد، وفي ثاني اليوم تسلم كيف حال سعيد، وفي ثالث اليوم قالت عبدي لي رصيد. زين. وفي رابع اليوم تراسلني في بلاك بيري. زين. وفي خامس اليوم تراسل 4 غيري. غيري. وفي سادس اليوم قتني بالمعاذيري، وفي سابع اليوم قلت لها بعيد 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 بعيد. زين انك لحقت على عمرك. تبيعني اليوم من هو يشتريني من؟ ما ادري. يا الله بشرية ملك بيكون لي أحسن. وباعيش أنا في ديار كان فيها محب. الله. وبصحى من الهم أول كان متعذب. زين. لغنيت يا عون يلي بعيد بيجرب. ها أي والله. يا ودي أنا هواك لو بيدخلون أحسن. الله عليك يا أبوي. ببدع مثل دان وبتغني في زمان اليوم.
وسبحان من ذكرك وحياك يا المرحوم. شوف الزمن كيف صح القول يا ام كلثوم. تبغى يا بن دوم نرجع لك كما كني؟ ادري. خلي الزمان الذي فايت يردني. بنعيد حسبات بنراجع مسايلني. هذا ختام المثل ما شيء قدال وسوم. إذن مشاهدين الكرام، هذا هم الأربعة المتأهلين في فن المسبع. سالم الحبسي رقم واحد، عياد السيابي رقم اثنين، خميس النعماني رقم ثلاثة، طلال الغربي رقم أربعة. ومن الآن صوتوا لهم، في نهاية الحلقة راح يظهر منهم نجم المسبع بإذن الله تعالى، ونتمنى لهم التوفيق. وأكيد آخر فن هو كان فن المسبع، فن جميل جدا، وأكيد أن الأربعة هم نجوم بشكل عام، ولكن نحن نبغي واحد منهم فقط من اختياركم مشاهدين الكرام. مرحبا 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 مرحبا، الله يحييك. طلال شو أحوالك؟ عساك بخير. وصلت ما شاء الله، يا مرحبا بك. سعيد شو أحوالك؟ عساك بخير. يا مرحبا وسهلا. أحمد حالك؟ طيب. سالم الله يعطيك العافية. سالم سميه. يلا سعيد حالك؟ عساك بخير. يا مرحبا بك. حي الله هلا، حي الله هلا، هلا بهالضفاف. كيفك؟ كيفك؟ ما شاء الله ما شاء الله، اليوم جونا خريفي ترى، ها؟ جونا خريفي. تفضلوا استريحوا استريحوا. يا مرحبا يا مرحبا. بتناشد بن ياقوت؟ لا لا ما ناشد. ما بتناشد؟ خبور؟ خبور خير. يلغمدكم. الحمد لله، ايش اخبارك؟ الحمد لله. اعطيتكم اياها جباليه. عادي اذا ردينا عليك خلاص. كم فارقه؟ ها؟ الله يعطيك العافيه. الله يحييكم. يعني جبتهم صحيح ولا لا سعيد؟ لا جبتهم. لا اشوفك طالعني تقول هذا من وين يابن؟ ما تعرفون ان هناك احد يصن باذني. يا مرحبا بك. الله يعطيكم العافيه. تفضل تفضل. من يوم الصبح. ها؟ من يوم الصبح قاعد ما يحتاج اتعلم، تراني بعد معي ابو علوي لا تنسون. ريال من هناك. بركات العيد عليكم. علينا جميع باذن الله تعالى. الله يعطيكم العافيه. يا مرحبا بكم يا مرحبا بكم. كيف الخريف؟ والله الحمد لله. بعد الخريف؟ خريف توه توه بادي. توه بادي. الله 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 الله. اذا يعني يحتاج الواحد يروح يعيد هناك حقيقه. باذن الله. بامانه. اجواء خريفيه وخضره وخيرات الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ما قمتوا بزياره عندنا ولا شيء؟ والله هي يحتاج. اكيد اكيد ضروري. يحتاج حقيقه. نعم، لكن تعرف بروحك يعني اوقات شويه الاشغال والظروف ما تخلي الواحد يتحرك. اي نعم. ولا فعلا ان اجواء صلاله في هاي الفتره جميله جدا. أكيد. ان الواحد يقضي فتره العيد هناك فيها. نعم نعم بامانه. لا لا ان شاء الله بنسوي زياره باذن الله. ضروري ضروري جدا. نعم جميل. حتى بنشل بن ياقوت هناك بنرغده شوي في صلاله في الليبان. ولا ايش رايك بن ياقوت؟ لا لا اروح. بتروح؟ اني رايح. ما يمانع، هو ما يمانع. تعرفني سالم اليوم قاعد اناقص ذيك النفته. زين. ما العسل؟ وتسع دبيانات، تسع دبيانات بولس عني. يا بن ياقوت. تسع دبيانات. النوق النوق قلت لي ناقات ومشينا لك اياها. الحين الدبيان تقول لي دبيانات. دبيانات لان المجموعه. ايه. مجموعه. دبيانات عاد. اي انا عملت انها مجموعه. والدبيان؟ دبيانات. والدبيان كم؟ هن دبيانات نفس الشيء. لسه عنك يعني؟ ايوه. لسه عنك؟ لسه عني تسعه دبيانات. تسعه؟ ايوه. شوفنا اليوم حتى مبين انك مورم. ايوه دلة حتى ما رمش الا اليوم هذا. في اذنك في اذنك يقول بعلوي شايف مورم، اذنك وارمه. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. حي الله بسعيد الحكماني، حي الله بسعيد المعشني، يعطيكم العافيه. وطلال طلال العزيزة. ايه نعم. يعطيك العافية سالم. اهلا وسهلا. سالم اليافعي. ها؟ سالم اليافعي. والله والنعم. يعافيكم. يا مرحبا بكم يا مرحبا بكم. زين ما شاء الله، إذا أجواء ريفية وفنون صلالة وطرب كله موجود اليوم. بإذن الله. ها؟ بإذن الله. يعطيكم العافية. زين. نتكلم بس شوي عن صلالة في هذه الفترة. فهمت في الفترة الخريفية، نعم فصل الخريف، فما أعرف يعني كيف التهيئات هناك في صلالة بالنسبة للسياح بشكل عام، يعني السياح تحسوهم مرتاحين هناك في والله تحس أنت من بداية شهر 6 21/6 لما تبدأ. نعم. رذاذ الخريف يبدأ. هي هي. في البداية
تحس حتى مش الصباح بس ما شاء الله حتى هالي المنطقة وحتى كل 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 البشر نعم الموجودين هناك من نعم. صباح وأجانب ومقيمين ومن ناس مواطنين نعم يعني لما تبدأ من 21/6 إلى هذا التاريخ بدأت في الصباح قبل رمضان كان في صباح نعم وبداية شهر رمضان تعرف انه في شهر رمضان قل الصباح يروح يصومون في بلدهم يروح يصومون في ديارهم نعم. لكن ان شاء الله بعد الخريف بعد رمضان لما يرجع بعد العيد يرجع نعم. ان شاء الله الصباح ويكون الاجواء ان شاء الله خريفيه لا زالت خريفيه انا يعني. اعتقد سعيد انه في ايام العيد بالذات راح تشهدوا سياح كثير في ايام العيد اعتقد انه في كثير من الناس بيو يعيدون في صلاه باذن الله ان شاء حقيقة. الله الله يعطيكم العافيه يا رب نتمنى ان شاء الله التوفيق حقيقه لكل السياح وكل اهالي صلاله ايضا كذلك والمحافظه بشكل عام محافظه ظفار طلال نعم كيف الامور الامور طيبه طيبه الحمد لله الفنون زينه جاهزه مره برعه وربوبه مره برعه وربوبه ومن الشرق بعد من مربع ما شاء الله عليكم جميل زين احنا في البدايه بني من اليبل نزولا كذي الى صلاله ايش رايكم والله زين الله. جميل زين كيف الماشيه هناك والله الحمد لله الحلال الحمد لله وافر الحمد لله ان شاء الله اشكر الله صدرونا هني للشمال والله حسب 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 الحاجه ولا حبكم بروحكم بس ما يصير يا سيد الله يهداكم حسب الحاجه ما شاء الله يعني خير وافر في صلاله حسب الحاجه ان شاء الله حسب الحاجه الله يعطيكم العافيه يا ربي زين الدبرار و النانا والله نحن الليله ان شاء الله عندنا الدبراره وعندنا النانا نعم وعندنا فن ان شاء الله بيفسر نفسه ولا بغيت هنا نخبر فيه لا يعني جديد هو جديد عباره يعني قصده جديد علينا جديد على البرنامج ان شاء الله ما شاركنا فيه من قبل جميل باذن الله وبيديه ان شاء الله سعيد الماشني بنخليه بعدين بنخليه بعدين ايش رايكم بنخليه بعدين نبتدي بالدبرارت قبل نبتدي بالدبرارت ان شاء الله باذن الله نسمع دبرارت بس نحن الدبرارت كانت لها مرافق عود نعم رافقناها بالعود هالمره انت علشان انه يدخل القديم في الجديد يعني من نوع التطوير نوع من التطوير ندخل الجديد في القديم وعندنا دبرارة ثانية بدون عود زين بنسمعها بالعود بنسمع بعدين خلاص بالعود زين يلا تبون بدون ايقاع تبونه طبعا بدون ايقاع جميل تسلم من ياقوت يا بار بار قلمت ويا اختلاف
سعيد المعشني وسعيد الحكماني على فن الدبرارت وتطويره مع آلة العود. تقولون متى؟ والله نقولها في المناسبات الشعبية، يقولها واحد مثلا إذا عنده في كافة أغراض الشعر في المدح المناسبات، يعني في المناسبات ويقولها في مثلا أغراضها في الشعر في المدح. تقال من سعيد، تقال من اثنين ولا من مجموعة؟ تقال هو هي الواحد، تقال من واحد ويكون الكورس يكون فيه مجموعة، مجموعة الرديدة مجموعة، الكورس مجموعة، وأما القصيدة يلغيها واحد بس، واحد بس. جميل جدا. كلمات اللي قلتها سعيد، الكلام الكلام وشو بالعربي؟ بسم الله أحمد رعضة يختلف عندك هي، يعني مثل ما تقول تسلم من شر وأيضا لا يراودك في سلاع أحمد رعا طلب يختلف عندك النهيد، يعني النهيد يعني أنك حينما تكون نايم وتستيقظ من شيء كذا مفاجئ يفاجئك شيء خبر سيء أو كذا. ما شاء الله، لها مناسبة معينة مقيولة كذا الكلمات. يعني اللي يقولون الكلام موجودين لا زالوا ولا هو كلام جديد؟ هذه القصيدة من كلمات شاعر الشيخ عامر سيد شدر العمري. نعم موجود هو الآن، موجود على قيد الحياة، أيضا نوجه له تحية. نوجه له التحية. نعم، وأنا على علم أنه في بعض الشباب الحين ممكن يوصلوا هذا الكلام لأنه قريب من التلفزيون حسب علمي الحين. ما شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. جميل جميل، الله يعطيكم العافية. نسمع ايضا هناك طلال العزيزه، حياك طلال. نعم، شو اخبارك؟ والله الحمد لله. كيف فنون صلاله؟ ايضا فنون صلاله واجد 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 كثير جدا طبعا جدا كثيره جدا. وش منها اللي تجيده؟ الجيده منها برعه، برعه في عندك الربوبه، ربوبه في شرح، شرح ايضا من مرباط ما شاء الله بمشتقاته، يعني هو الشرح متقسم نعم الى الوقيع وال ما شاء الله. ايوه يعني المزمار وحاجات كثيره، يعني انا ما اقدر اذكر كذا كذا وكذا. جميل، ايوه. الحين احنا نبغي ناخذ شيء من هذا في البدايه منك. تمام. ما اعرف بناخذ الشرح ولا بناخذ، ما مشكله الشرح او البرعه او اي شيء، ما مشكله البرعه ممكن ناخذ البرعه. ما ممكن البرعه مثل ما تعلم سالم. لحظة ما عليه طلال، يقول لك بس ناخذه نريح شوية ونرجع لكم. ما مشكلة. زين، يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا الكرام لا تنسون تصوتون لمتأهلينا الأربعة في نهاية الحلقة، أكيد نبي واحد منهم للتأهل. سالم الحبسي رقم واحد، عياد السيابي رقم اثنين، خميس النعماني رقم ثلاثة، طلال الغاربي رقم أربعة. صوتوا لهم يستاهلون، وفي النهاية أكيد راح واحد منهم اليوم يكون نجم لفن المسبع. إذن مشاهدينا الكرام نحن سهرتنا محلوة وليلنا توه، خلك موجود، فاصل ونعود.
شي بدونه انت لا شي، ولو تمتلك اموال قارون دامه معك يا حي بك حي، وانا راح عنك اسفل تكون. واحد الزوجة، اثنين الرتبة، ثلاثة الروح. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة. وبطرشك يا كاس في الجنحاني انزين على سيدي بلغ سلامي عاني عاني سلاما يفرح خاطر الزعلاني ولذ من ثوبك سل عرياني انزين قابوس يا قابوس نور عماني الله الله كل هالدول تطريك بالأحساني نعم يا قائد القوات والشجعاني يرعاك الله فارس الفرساني فرساني في أول اليوم تخطف من بعيد بعيد وفي ثاني اليوم تسلم كيف حال سعيد وفي ثالث اليوم قالت عبدي لي رصيد زين وفي رابع اليوم تراسلني بلاك بيري زين وفي خامس اليوم تراسل أربعة غيري غيري وفي سادس اليوم قتني بالمعاذيري وفي سابع اليوم قلت لها بعيد 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 زين انك لحقت على عمرك تبيعني اليوم من هو يشتريني من ما ادري يا الله بشرية ملك بيكون لي أحسن وبعيش أنا في ديار كان فيها محب الله وبصحى من الهم أول كان متعذب زين لغنيت يا عون يلي بعيد بيجرب ها أي والله يا ودي أنا هواك لو بيدخلون أحسن الله عليك أبوي ببدع مثل دان وبتغني في زمان اليوم وسبحان من ذكرك وحياك يا المرحوم شوف الزمن كيف صح القول يا ام كلثوم تبغايا بندوم نرجع لك كما كني ادري خلي الزمان الذي فايت يردني بنعيد حسبات بنراجع مسايلني هذا ختام المثل ما شيء قدال وسوم الله عليك طلاب سؤالنا يقول مشاهدينا شيء بدونه أنت لا شيء ولو تمتلك أموال قارون دامه معك يا حي بك حي وان راح عنك أسفل تكون واحد الزوجة اثنين الرتبة ثلاثة الروح اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوا على عمانتل وفريندي 90286 نورس 90607 وفالكم التوفيق ولا تنسون تصوتون أيضا للمتأهلين في فن المسبع أربع النجوم اللي راح نجم واحد فقط يضيء غدا بإذن الله تعالى سالم الحبسي رقم واحد عياد السيابي رقم اثنين خميس النعماني رقم ثلاثة طلال الغربي رقم أربعة صوتوا لهم اكتب فقط الرقم والأصوات أرقام التصويت هنا تحت يستاهلون فشدوا في التصويت أكثر لأنه حقيقة في نهاية الحلقة يستاهل النجم اللي أنتوا تختارونه ونحن راح نبارك له أيضا وأيضا نقدم له الجوائز المخصصة للنجومية بإذن الله هم مشاهدين الكرام عندكم أربع متسابقين ما في رقم خمسة اليوم رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم أربعة على لأن أمس كان الحلقة نحن فقط كانت مسجلة وما كانت نازلة على الهواء لذلك اكتفينا بس بأربعة نجوم والأربعة هذولا واحد فقط راح يضيء اليوم وباكر بإذن الله تعالى راح يكون موجود ويستلم السيف ويستلم أيضا الجائزة النقدية
حياكم الله. واصلين معك يا طلال؟ نعم. زين طلال وسالم. يا مرحبا سالم. يقول سالم ما تنشدني عن شيء. شو اخبارك يا سالم؟ الحمد لله تمام. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا مرحبا بك. الله من زمان تعزف؟ تقريبا ان شاء الله من زمان. من زمان. جميل جدا. اذا يلا بنسمع اليوم. انت ترافق طلال ولا بدون؟ مع مع العود. مع العود والايقاع. يلا. نعم. شجرة الهنا مغروسة على راس وادي يوم ثمرت خربوها عيال الشياطين. شجرة الهنا مغروسة على راس وادي يوم ثمرت خربوها عيال الشياطين. يا إله السما يا رب قبل دعانا نطلبك يا كريم خزاين الله ما لنا. عادها يوم بات مطر وتروي ضمانا قاسم الرزق يرحم العباد والمساكين. شجرة الهنا مغروسة على راس واد يوم ثمرت خربوها عيال الشايب. يا إله السما يا رب قبل دعانا نطلبك يا كريم خزاين الله ما لنا. عادها يوم بات مطر وتروي ضمانا قاسم الرزق يرحم العباد والمساكين. شجرة الهلا مقروسة على راس ووه يوم ثمرت خربوها عيال قول ما لا خانوه الخدم والموالي. يطلعون الهوال وكان فوق راس الجبال خربوها وقد قاصوا الغصون بالسكاكين. شجرة الهلا مغروسة على راس وادي يوم ثمرت خربوها عيال الشياطين. يا خربون الذي كان غالي إذ لقل ما لا خانوه الخدم والموالي. يطلعون الأول كان فوق رأس الجبال خربوها وقد قاص الغصون بالسكاكين. شجرة الهلا مغروسة على رأس واد آه يوم ثمرت خربوها عيا الشياطين. يخرب الله الذي يخرب شجار الزاهية من قفو الزهرة والثمرة وتأمت خالية. من أسافي عليها تجري دموعي سقية بعد ما هي عزيزة وراجحة في الميازين. شجرة الهلا مغروسة على راس يوم ثمرة خربوها عيال الشياط. يخرب الله الذي يخرب شجار الزاهية انقف الزهرة والماء وتأمت خالية. من أسافي عليها تجري دموعي سقية بعد ما هي عزيزة وراجحة في الميازين. شجرة الهلا مغروسة على راس وادي يوم ثمرت خربوها عيال الشياطين. الله الله الله
المعذرة طبعا على القصور. يعطيكم العافية. 13 بيت. الله جميلة. بس مراعاة توقيت البرنامج. مراعاة توقيت البرنامج اللي هي طويلة واجد. طويلة جميلة جميلة. ايه. شجرة الهيل. نعم. مغروسة على راس وادي يوم ثمرت. يوم ثمرت الله يهدي الله يهدي عيال الشياطين خربوها ما شاء الله. في شجر هيل هناك في ظفار. موجود في مرباط. وين في بالضبط؟ في ظفار يعني؟ ايه والله بالضبط؟ وين بالضبط؟ انا ما اعرف. هذه القصيده قديمه هي. قديمه جدا هي. ايوه فيعني مثل ما الان نحن نعرف انه شجره اللبان صحيح مشهوره كذا ونعرف صحيح او يمكن ايضا مثل ما يقولوا المعنى في بطن في قوف الشاعر. الشاعر يمكن. أيوة. المغازي اخرى. ايوه نعم. كلمات نعم. الشاعر قمعان ديوان شاعر بس الكبير. جميله اغنيه جميله. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. تسلم. ذكرني بالفنان اللي غناها. اشتهرت مع فنان شجرة الهيل. ايه يغنوا فنانين وايد. لا بس في حد انا سالم محاد. سالم محاد نعم. ايوه نعم. اذا تحيه للفنان سالم محاد لانه فعلا هو اللي غناها نحن سمعناها منه حقيقه يعني الحمد كان لله. نزلها في شريطه. وفن البرعه صار الان من فنون العالميه على فكره. جميل يعني فن جميل البرعه جميل. صار من فنون لا العالميه. لا جميل جدا فن البرعه. ايه. تبرع طلال. نعم سالم. ليش ما شاء الله. اكيد طبعا احنا عندنا بس بنياقوت يبرع. بنياقوت ما تبرع الحين. ليش ابرع؟ لازم ما انتوا بخبركم برعته كيف. خلاص بيني وبينكم بس بنياقوت. بنياقوت زين. سالم ما تغني سالم ابدا والله. بس تعزف. انا احب يعني هوايه. جاتك هوايه للعود؟ والله هوايه وسقطتها في دراسه طبعا. جميل يعني درست الحمد لله موسيقى. صرت عازف يعني عازف فقط مع فرق موسيقيه. جميل. هناك لازلت يعني تعزف مع فرق في صلاله؟ أكيد. في صلاله في فرق شبابيه في فرق اهليه يعني. هي. احنا حقيقه من خلال البرنامج ايضا نوجه تحيه للفنان الجميل خالد راجح. خالد العمري. نعم. حقيقه كان يفترض أن يكون موجود معاكم أكيد. يعني في الجلسة اليوم ولكن لظرف ما نتمنى إن شاء الله يكون العاقبة خير بإذن الله إن تعالى الله. تحية لك يا طلال يا خالد على كل حال يعني. طلال موجود. نعم. هيا إن شاء الله. مرش طلال شوفنا. وعلى فكرة سالم قد عزف الفنان الكبير أبو بكر سالم كان ما شاء الله مع الفنانين الكبار. عزفت للفنان أبو بكر أكيد. سالم في المهرجان في صلالة. في مهرجان صلالة. لا جميل ما شاء الله عليك يعني ومن الناس الجيدين. شفنا لك احنا كم مقابله كذا سالم يعني في العود. اعتقد عازف جميل. ربنا يوفقك ان شاء الله يستاهل الخير. الله يسلم. زين بنرجع الان بنسمع نانا. نطلع الجبل. نطلع الجبل. احنا نزلنا صلاله صحيح. نزلنا تحت احنا قبل شوي بنرجع مره ثانيه الجبل. تعبناكم بنشوف هذه الخضره الجميله اللي مثل خضره جبلنا. ايوه سالم تعبناكم احنا من الطلوع والنزول. الطلوع والنزول ترى شو نسوي بكم هالظفار الله يهداكم. خذوا هليكوبتر. جايبينا. خذوا هليكوبتر. ما عليك نحن طيارين ما تخاف. يلا ايوه صيد اضحك صيد هات. نانا بصوت الجبال الحلو الجميل. Yeah.
خليتونا نعيش أجواء الحقيقة الخريف كذا في جبال صلالة. نعم. مع هذا الصوت الجميل والتناغم الحلو بين سعيد الحكماني وسعيد المعشني. يعطيكم العافية. تجيده سالم؟ نوعا ما نوعا ما. والله سالم بنكتشف أشياء قاعد تخبي بس قاعد تخبيها. يعطيك العافية. طلال نفس الشيء تجيده؟ لا والله ما. فنانة؟ الكذب خيبة. ما أكيد. أنت فنون؟ لكل إنسان يعني يتأقلم بالمكان اللي هو فيه. اللي هو فيه. أنا إنسان ما عشت فيه. أنت إذا فنون صلالة تحت يعني؟ نعم. زين هما فوق وتحت كذي بنسوي نحن الحين بننزل لك. إيه. بنزل لك بنجي بعد نطلع مره ثانيه. نطلع خلاص مره ثانيه ضروري. زين سمعنا البرعه. نعم. الحين الله يسلمك راح نتنوع شويه. جميل. ايوه. شوف لنا الشيء الحلو كذا على اختيارك. ربوبه حلو. يلا هات ربوبه حلوه. هات حتى يحبوها هنا في مسقط عندكم وفي ظفار. الربوبه محبوبه اصلا. معروفك. نعم. طيب البارحة في العصر صادفت غزلة عدت علي ولا ردت التحية. البارحة في العصر صادفت غزلة عدت علي ولا ردت التحية. يا ربي يا رحمن وجه لي سهلا يا غفر الزلات يا رب البرية. يا ربي يا رحمن يا غافر الزهلة يا غافر الزلات يا رب البريه. بريه البارحة في العصر صادفت غزلة عدت علي ولا ردت التحية. البارحة في العصر صادفت غزلة عدت علي ولا ردت التحية. وتحية العقب يا ناس من هذه الغزلة قامتها عدلة ومشي عسكرية. هل العقب يا ناس من هذه الغزلة قامتها عدلة ومشي عسكرية. أسرية البارحة في العصر صادفت غزلة عدت علي ولا ردت التحية. البارحة عدت علي ولا ردت التحية. البارحة في العصر صادفت غزالة عدت علي ولا ردت التحية. سألت بعض الناس قالوا مرباطية. حد قال لي من سدح قرية في صلالة وسألت بعض الناس قالوا
غزلة عدت علي ولا ردت التحية البارحة في العصر صادفت غزلة عدت علي ولا ردت التحية الله عليك يا طلال الله عليك يا طلال الله يعطيك جميلة العافية جميلة جدا هذه الكلمة الله يعطيك العافية من كتبها والله هذا جمعان ديوان نفسه جمعان ديوان ايه نعم. يا أخي أبو مانع الله يرحمه يا أخي كان موسوعة هذا ايه. بأمانة هو يعني. محتار في بنية و يعني قال يعني حد هو سأل نعم. حد قالوا له هذه من سدح من سدح ها. وقرية في صلالة وحد قالوا الناس هذا مرباطية ما شاء الله جميل جدا محتار مسكين شوف المواقف اللي يقعون فيهن الشعراء أكيد الشعراء شلون يعبرون عنهم يعني سالم زمان سالم زمان الشعراء يعني كتابتهم كلها عن مواقع وأحداث طبعا كذا طبعا ما يكتبون من ما يكتبون خيال مثلا أكيد الآن. هذا الكلام واضح حدث صحيح حصل. صحيح الله يعطيك جميل عارف. جدا وبعدين لما تسمعها كذا تعيش أجواء الشاعر نفسه لما كتبها لما قاعد يشوف هذه البنت اللي قاعدة توصف فيها أنت تعيش الجو أصلا أنا أيامها أيام تختلف عن هذه الأيام طبعاً طبعاً سالم أنا فن الربوبة من أحب الفنون في محافظة ظفار عندي لا حلو أحبه لا جداً حلو حتى حلو كثير حتى ولله الحمد يعني في أغنية ربوبة نعم. في أغنية وأنا متأكد تعرفوها في أغنية ربوبة أغنية وطنية هي نعم أيوة في أغنية ربوبة يعني اللي هي يا حافظ جميلة جدا أنا مغنية جميلة على فكرة جدا يا حافظ يا حافظ أنا تجدها مغنيها تقولها طلال يا حافظ يحفظها من ديرة يحفظها من ديرة أنا يا حافظ يحفظها من ديرة جميلة جدا أيوة. أنت مغنيها أنا مغنيها ويصاحبني الفنان بسام يوسف ما شاء الله ألحان مستهيل الكلالي الأستاذ وكلمات أبو أصيل أعتقد كذا ما يحضرني الآن في أغنية ثانية وطنية منتظرين لها بس الوقت المناسب نعم لا لا وايد وايد حلوة أنت اللي مغنيها؟ نعم أنا مغنيها ما شاء الله إذن هذا يعني الناس الحين يشوفون عن طلال هذا هو اللي مغني أغنية يا حافظ يحفظك من ديرة جميلة جدا هذه سمعنا كلماته بس لما تنقال بالطريقة الغناء هناك بعض الكلمات ما نقدر نفهمها ولكن أيضا المخرج يعني حط في مكتوبة حط تحت في الشاشة كتابة كذا. نعم جميلة جدا الله يعطيك نبغى نسمعها ولا شلون؟ والله عادي ها؟ عادي بعد الفاصل نسمعها بعد الفاصل نريحكم شوي طيب إذن مشاهدينا الكرام لا تنسون هناك أربعة متأهلين معانا في فن المسبع سالم الحبسي رقم واحد عياد السيابي رقم اثنين خميس النعماني رقم ثلاثة خالد الغربي آسف طلال الغربي رقم أربعة محتاجين إلى تصويتكم في النهاية راح واحد منهم يكون نجم المسبع في برنامج أماسي لهذا الموسم بإذن الله مشاهدينا الكرام سهرتنا محلوة وليلنا توه خلك موجود أجواء خريفية فاصل ونعود وداع يا دنيا الحبايب وداع والقلب دايب وداع يا دنيا الحبايب وداع والقلب دايب وداع تراني تايب وداع 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 ما اريد اشوفك وداع ولمسيك
كتوفك وداع بريد اشوفك وداع لمسيك كتوفك وداع بريد اشوفك وداع لمسيك كتوفك وداع خليك ثقوفك وداع وخليك ثقوفك وداع 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 ولا تراسلني وداع ولا تفاكرني وداع ولا تراسلني وداع ولا تفاكرني وداع ولا تراسلني وداع ولا تفاكرني وداع انساني واهجرني وداع وخلني على دهني وداع 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 شي بدونه انت لا شيء ولو تمتلك اموال قارون دامه معك يا حي بك حي وانا راح عنك اسفل تكون. واحد الزوجة، اثنين الرتبة، ثلاثة الروح. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة. بطرشك يا كاسف الجنحاني زين على سيدي بلغ سلامي عاني عاني سلاما يفرح خاطر الزعلاني ولذ من ثوب انكسر عرياني زين قابوس يا قابوس نور عماني الله الله كالهد والتطريق بالأحساني نعم يا قائد القوات والشجعاني يرعاك الله فارس الفرساني فرساني في أول اليوم تخطف من بعيد بعيد وفي ثاني اليوم تسلم كيف حال سعيد وفي ثالث اليوم قالت عبي لي رصيد زين. وفي رابع اليوم تراسلني في بلاك بيري زين. وفي خامس اليوم تراسل أربعة غيري وفي سادس اليوم قتني بالمعاذير وفي سابع اليوم قلت لها بعيد 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 زين انك لحقت على عمرك تبيعني اليوم من هو يشتريني من ما أدري يا الله بشرية ملك بيكون لي أحسن وباعيش أنا في ديار كان فيها محب الله وبصحى من الهم أول كان متعذب زين لغنيت يا عون يلي بعيد بيجرب ها أيوة يا ودي أنا هواك لو بيدخلون أحسن الله عليك يا أبوي ببدأ مثل دان وتغني في زمان اليوم
وسبحان من ذكرك وحياك يا المرحوم. شوف الزمن كيف صح القول يا ام كلثوم. تبغى يا بن دوم نرجع لك كما كني؟ ادري. خلي الزمان الذي فايت يردني. بنعيد حسبات بنراجع مسايلني. هذا ختام المثل ما شيء قدال وسوم. الله عليك يا طلال. جديدة مشاهدينا، وسؤالنا اليوم يقول: شيء بدونه أنت لا شيء، ولو تمتلك أموال قارون دامه معك يا حي بك حي، وإن راح عنك أسفل تكون. 1 الزوجة، 2 الرتبة، 3 الروح. اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوا على عمان تلوى فريندي 90286، وأنا ورس 90607، وفالكم التوفيق بإذن الله تعالى. حياكم الله يا جماعة، يعطيكم العافية. من ياقوت شاف بعدك يا هذه ما شاء الله بعدك تساوقن يعني. في وايد هني. خلهن معاهن. هذا عند خالد. إيه عرفنا عرفنا. ما شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، حقيقة من ظفار العز ظفار الخير، زميلنا واللي يفترض أنه يكون اليوم ضيف معانا خالد راجح العمري، جاب لنا حقيقة هذه الهدايا من صلالة، وهو أيضا المبخر وداخله أيضا اللبان، لبان صلالة موجود داخل، حق الطاقم كامل جايب. هذه فقط احنا حطينا هنا جزئية بسيطة، وأعتقد هناك الكثير حق الطاقم جميع. الله يعطيك العافية خالد، وكان ودنا اليوم تكون موجود معانا هنا، ولكن للأسف الشديد تكلمنا عن الظرف الطارئ اللي حصل له وهو موجود في مسقط. ربنا إن شاء الله يقول يعدي على خير بإذن الله تعالى. وتحية من جديد، وشاكرين لخالد بن راجح على هذه الهدايا الجميلة من صلالة. خالد بن راجح العمري هو طبعا فنان من فنانين صلالة، وفنان جميل. كان ودنا اليوم أنكم تسمعونه وتسمعون أغانيه، وايضا يرافقه دائما سالم بالعزف. وجه له التحيه كثير. نتمنى ان شاء الله انه يكون يتابع ويسمعنا ان شاء الله. اذا راجعين ايضا الى ضيوفنا، الى سعيد وسعيد. سعيد سالم، سعيد سالم، ما شاء الله عليكم، ما افترقت الا القبيله بس. ها بس العكماني والمعشري والقبائل بني عم، ما نفترق. الله يعطيكم العافيه. بني عم. انزين، على ريحه اللبان الجميله اللي الحقيقه طالعه حتى من خلال الاكياس، بنعيش اجواءنا في صلاله نحن. ايوه. ها؟ بنسمع الان، وش رايكم نسمع في شيء غير بتسمعونه غير عن النانا والدبرارت وغير عن الجديد هذاك؟ النانا والدبرارت، هو في دبرارت لحن ثاني بلحن ثاني. بلحن ثاني؟ ايوه. من دون عود. من دون عود. يلا. هلا دق على خيار تمتحن بالارفز، هلا دق على خيار تمتحن. الله جاك الاغيار
تمتحن بلر بزيد قلن دل اشتاشتا هم اشعزز شمبر من ضردك مهاجر بهزز الله جاك الاخير تمتحن بلر بز الله جاك الاخير تمتحن بلر بز الله عليكم الله عليكم الله عليك الخيار تمتحن بالاربيس ايوه دبرارة من كلمات الشاعر الراحل الله يرحمه الله يرحمه هذا سعيد الرايب الله يرحمه توفي هذه السنه الله يرحمه الله عليك الخيار تمتحن بالاربيس بتطلع من لحي جاج من كعب ينوجي انا ما اريد الخيار تتذمر نعم مما يحصل الان نعم هو بينعي الوقت القديم نعم ايام النخوه ايام أيام الشباب وأيام نعم أيام ما كانت الأيام تختلف عن هذه الأيام جميل يعني هو بيخاطب البنت يقول أنا ما أريدك يعني تتذمري صحيح ما أريد أتذمر من لأن خلاص الوقت فات فات الله فات الوقت خلاص زين أقول لك سعيد الحين الشعارة الجبالية لما يقولون كلمات كذي لما يكتبونها بشيء بجبالي يكتبونها بعربي يكتبوها كيف لا لا ما يكتبوها بس لا زال شعراءنا في الريف يحافظون على نفس شعراء العرب زمان بالحفظ حفظ بس وانتم تتناقلوها نحن نتناقلها حفظا جميل الله يعطيكم العافيه والله يعني شيء حلو جميعا ان شاء الله شيء حلو شيء حلو اذا معناته ربما انه يندثر هذا الشيء اذا ما حد تناقلها ولا في شباب جيل جديد يقولون نحن بنحاول كل محاوله ان يفترض يعني انا نكتب اعتقد نكتب منه هي. على اساس انه سبحان الله لا نعرف الايام الجايه ان شاء الله ان شاء الله يحصل خير ان شاء الله نعم وتكون اكيد اكيد باذن الله تعالى باذن الله تعالى بس انا اقول ان نرجو انه في شباب من الريف حقيقه يعني ياخذون هذا الموروث يكتبون عليه كلام جديد يعني من غير الكلام القديم المحفوظ فهمت أيوة. علي يقولون كلام جديد يعني ونسمع ايضا اغاني جديده لكن مهما حاول الجيل الجديد في كتابه هذا الفن او دخول في هذا الفن لا يجدون مثل القدامى مثل القدامى حصل النكهه القديمه تختلف عن النكهه الجديده هذا بدون شك لكن بيبقى شيء مطور يعني بيبقى شيء مطور فعلا كذا اي نعم
هي محاولة ترى. جميل جدا. هي محاولة. جميل جميل. سالم معك الدور يا سالم. سالم معك. المرة هذه عفوني. عفوني. لا نبغى نسمعك تغني يا ريال ما يصير. والله للأسف صوت. هو يغني على آلة العود. يقول الصوت آلة العود فقط. لا أقول لك أحاول فيه أحاول فيه أبغى أطلع شيء منه. إن شاء الله بإذن الله. زين. سالم يغني بالأوتار. يغني بالأوتار. يغني بالأوتار ما شاء الله. ما شاء الله. يعطيه العافية. هي الآلة صديقتي دائما. وش بنسمع؟ العود صديقي دائما هي ما شاء الله الآلة صديقة بس انت تغنيه اصلا هو يغني في دينك ما شاء الله الله يسلمك يا حافظ حافظها من ديره يا حافظ احنا واقفين عندها يا رجل زين ذكرتنا ولا هو كان بيطيرها عنا الحين لا والله ما بطير انا كان ما دام الليله الرمسه مرباطيه نعم قصدي كان نروح شويه نتجه الى الشرق هي ترى ظفاريه بس نسمع يا حافظ هي ترى ظفاريه كذا بسيطه مرباطي من وين؟ مو من الشرق يعني عباره؟ اي نعم زين جميل ولا انت قصدك بتغرب ولا بتروح شرق زياده شرق زياده عن مرباط اذا بنروح سيوح سيوح معلم سيوح منخفض يا داني لداني يا دانا يا داني للي كتبها وتحيه للي لحنها وتحيه للي غناها وللي عزف لها وكل الطاقم في هذا الجميل اغنيه حقيقه قمنا نحن حقيقه ننتظر بس متى تظهر في الاذاعه ايام الاعياد نطول على المسجل نطول على الراديو حقيقه جميله جدا الحمد لله الله يعطيكم العافيه الله يعافيك يا عبد العافيه يقول ابن يعقوب تحيه حقي انا انت ايش سويت يا عمي سويت انت وياه ها تحية حالي أنا ما حالك نعم الله يعطيك العافية لأني أنا صفقت له إذا نقول اللي كتبها هو الشاعر مسلم
سلم مسهلي المسهلي ابو اصيل ابو اصيل نعم سلم المسهلي نعم ابو اصيل تحيه اذا لشاعرنا مسلم حقيقه على هالكلام الجميل ومن لحنها لحنها الملحن وايضا فنان ما شاء وايضا موزع ما شاء الله مستهيل الكلالي جميل جدا نعم عمل جميل يعني متكامل حقيقه واختيارات جميله كان في اللحن ولا في الاداء ولا في الكلمات الحمد لله الله يعطيكم العافيه حقيقه الله يعافيك انا ما اعرف بس اللحن احسه كذا كانه موروث يعني من الموروث والله انا سالت جنوب. سالت مستهيل هذا هل هو اللحن مسموع مثلا ولا اللحن متطور قال لي الانسان الذكي والانسان اللي ملحن صح يعرف كيف يلعب صحيح يعرف كيف صحيح يعني يخلي اذن المستمع يقول هذا شيء تراثي شيء موروث هو ما تراثي هو لحن جديد هذا الله بس لا هذا يعني. ذكاء أيوة. هذا ذكاء فعلا يعني نعم. ذكاء ملحن ياخذ من اللحن القديم خلطه كذا وخلطه كذا عميله وخلطه من هنا يعني تسمعها تقول هذا شيء يعني قديم وتوافق في الخلطه قديم تقول موروث يعني وتوافق فيها لكن هم ما شاء الله عليهم عاملين شغل جميل جدا في هذا الاغنيه توفقتوا فيها الله يعطيكم العافية الله يعطيك العافية زين سمعناها الحين هذه بنسمع الحين تعرف ايش بنسمع؟ بنسمع الفن الجديد ايضا اللي جانا من اليبل بنرد عنكم بنطلع فوق مرة ثانية هناك في شيء جديد خلطة جديدة جايبينها سعيد وسعيد نبى نسمعها نختم بها شوي بس نختمها كانت مرافقة للعود يلا العود تقولونها؟ نقولها بدون عود تقولها بدون عود يلا تفضل يا برياغوت يلا هي ما طويله وايد صح؟ طويله وايد يلا وشاعرها الله يرحمه قد توفى صح؟ زين يلا باقي من وقتنا شيء ثلاث دقائق شاعرها الله يرحمه سلوم الشاحري صح على ما اعتقد؟ يلا جميل الله يرحمه الله يرحمه المعشني وسعيد الحكماني وطلال العزيزة وأيضا سالم اليافعي الله يعطيكم العافية وتحية أيضا لطلال الحقيقة العمري على خالد العمري نعم يستاهل حقيقة كل التحية والتقدير وشاكرين له أيضا على الهدايا اللي قدمهن لنا ونحن إذا نعم نحن عندنا كلمة الأخيرة أعتقد إنه شباب يوافقون عليها نعم نحن اللي جايين من الظهر ونحن نرفع عزمة يا التهاني والتبريكات
الى المقام السامي لحضره صاحب الجلاله الله يطيل العافيه بمناسبه حلول ان شاء الله عيد الفطر المبارك. نعم نرجع له الصحه والعافيه ان شاء الله والعمر المديد. امين وفق الله عمان ان شاء الله وقائدها الى الخير ان شاء الله. امين ان شاء الله ربنا يطول عمره ويدوم هذا خير العمان وهالعمان وتاج على رؤوسنا جميعا ان شاء الله تعالى. شاكرين لك ايضا كذلك يا طلال. الله يعطيك العافيه. جميل جدا واكتشفنا انك انت اللي مغني هذيك الاغنيه كنت يعني مفاجاه لنا اليوم حقيقه. لو البرنامج طويل كان في اسرار كثيره بعد. اوه ما شاء الله عليك. ناوي تكتشف لنا اليوم اشياء كنت مو؟ كنز ما شاء الله عليه. لا اختيار موفق من حقيقه من اللي رشحك لنا اللي هو احمد حقيقه. احمد راجح العمري نوجه له التحيه. احمد عامل جو في حلقتنا اليوم هو موجود يعني فيها حقيقة. نعم إذن مشاهدينا الكرام جاهز أبو علوي على الشاشة الآن عندنا المتأهلين الأربعة اللي راح يضيء منهم نجم المسبع 5 4 3 2 1 نشوف ما شاء الله. إذن الوالد خميس النعماني ثلاثة 43% نجم المسبع خميس الشيخ خميس الشيخ خميس النعماني نجم المسبع ألف 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 مبروك ونترياك باكر بإذن الله تعالى لجلة سل السيف سلم غمدة السيف المقدم من مؤسسة أبو حرب للتجارة والمقاولات والخرسانات الجاهزة وكذلك جائزة نقدية مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان تستاهل يا خميس الشيخ ومن الناس أيضا المعروفين حقيقة خميس النعماني خميس الشيخ من الناس المعروفين في فن المسبع واللي يبدعون الفن حقيقة مو بس يحفظ هو يبدع أيضا ومن الناس القدامى اللي لهم وعاصروا هذا الفن واللي ايضا تعلموا كثيرين على يدين خميس النعماني، الف مبروك ونترياك باكر باذن الله تعالى شيخ. اذا نحن شاكرين لضيوفنا ايضا جزيل الشكر على جيتكم من صلاله ونتمنى ان شاء الله انكم اليوم استمتعتوا ويانا مثل ما نحن مستمتعين وياكم في اجواءكم الخريفيه. وهكو الشلال دربات جايب لكم اياه. ايضا ايضا العشب مال اليبل مالكم هناك جايبينه كله، تعال يا ياقوت. تسلم. اذا نور ماجان سعيد يهدونك الهديه المتواضعه طال عمرك وايضا تلفزيون سلطنه عمان يهديك هذه الهديه كذلك اخوي سعيد المعشني نور ماجان وتلفزيون سلطنه عمان وكذلك الحال طلال العزيزه نور ماجان وايضا تلفزيون سلطنه عمان وسالم اليافعي نور ماجان وتلفزيون سلطنه عمان يهدوكم هداياكم ونتمنى ان شاء الله التوفيق واكيد هناك ايضا هديه لخالد ما ننسى نحن خالد راجح ايضا هديته بيستلمها ان شاء الله وبنرسلها لك يا خالد هديتك مثل ما انت رسلت لنا الهدايا ايضا الف الف شكر. كذلك مشاهدينا الكرام نتمنى انكم استمتعتوا ويانا في حلقه اليوم مع ضيوفنا من محافظه ظفار وكذلك نوجه لكم كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة لحلقتنا اليوم على أمل ملتقانا وياكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. تحيات الضيوف وطاقم العمل وتحياتي ومخرج العمل طارق بن علوي باع عمر يقولكم تصبحون على ألف خير. دم الجدار محمومة من سالم